بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتقول لك اوعى تيأس ابدا مهما كانت الظروف، مهما كانت المعوقات، اوعى تيأس، خلي عندك امل. القصه النهارده عن واحد اسمه واليد جونسون. واليد جونسون دون كان راجل حرفي، هو نجار بس نجار شاطر قوي، شغال في ورشة من الورش الكبيرة جدا، شغال من هو عنده 20 سنة في الورشة دي، ورشة كبيرة يعني، والورشة بتروح لأعمال المقاولات كتيرة، وكان بينزل بقى وهم بيصمموا البيوت هو اللي اشتغل في أعمال الخشب وجونسون ده كان صنايعي موجود في الورشة دي. فضل يشتغل فيها من سن 20 لسن 40، يعني ده الكارير بتاعه، وهو مبسوط مع صاحب الورشة والدنيا زي الفل. لما بقى عنده سن 40 سنة بعد 20 سنة شغل، صاحب الورشة استغنى عنه، قاله متشكرين. لقى نفسه مروح البيت بلا شغل. لا ده مش بلا شغل وبس، ده هو كان مخطط ان دي حياته، لا ده كده حياته انتهت. راح لمراته، هو معهوش فلوس كتير، هو راجل غلبان، راح لمراته وبعدين نعمل ايه؟ هنعيش ازاي؟ هل انتهت حياتي؟ فجأة كده قايل لها، لا ما انتهتش، انا عندي فكرة، انا عايز اعمل مشروع صغير، انا في حاجة نفسي فيها من زمان بشوفها واحنا بنشتغل في ورش النجارة. قالت له ايه؟ قال لها تصميم البيوت. قالت انت بتهزر؟ قال لها انا عندي موهبة في الموضوع ده، انا حاسس ان انا هنجح. هجيب فلوس منين؟ قال لها تقبلي نرهن البيت اللي احنا عايشين فيه نرهنه؟ تقبلي تصبري عليا؟ انا متاكد، انا الحلم مليني، خليني اجرب، انا مش شاب لسه صغير مراهق بقول كلام وهخسر كل فلوسي، انا مليان خبره. قالت له نجرب. رهن البيت وبدا له كده، وصل لحد معرفه يصمم لهم بيت ويعمله لهم ويبدا يشتغل على التصاميم، وقالوا له طب تعرف تنفذ؟ فخد اول عمليه مقاولات فنفذ، كسب فلوس، رجع رهن البيت، رجع بيته. وبعدين فضل شغال من سن 40 لحوالي سن 50 عمال يصمم بيوت، والشغل بيجيب شغل، والشركة بتكبر بتكبر بتكبر، وشغال في المقاولات. لما بقى عنده 53 سنة قال لها أنا عندي حلم جديد، بس بقى معاه فلوس، بقى أنا عندي حلم جديد، أنا نفسي أعمل حاجة أكبر من مجرد أن أنا بصمم بيوت وكده، أنا عايز أعمل فندق. عارفين مين الراجل ده؟ صاحب هوليدي إن، كلام جد، سلسلة فنادق هوليدي إن اللي حوالين العالم، صاحبها الراجل ده النجار. أيوه، وموجودة صورته وموجود، ادخلوا هتلاقوا كل حاجة. يعني الراجل ده ابتدى لغاية من سن 20 لسن 40 نجار، وبعدين كأن ربنا قفل عليه الباب علشان موهبته تطلع الحقيقية اللي ما كانتش طالعة، وكأن 20 سنة دي كان بيتدرب علشان ربنا كتب له نجاح في حتة تانية. فلما خد الخطوة وما خافش وما قال خلاص راحت عليا، وما يأس وحاول، تدرج 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 لمدة 13 سنة، وبعدين وهو عنده 55 سنة أول فندق هوليدي إن على مستوى العالم، وانتشرت وبقى الراجل من أغنى أغنياء العالم وبقى من مشاهير العالم. اوعى تيأس طول ما لسه فيك روح، اوعى تيأس. بزعل قوي لما بيجيلي على الفيسبوك شباب وبنات أنا يائس أنا محطم. عندك كم سنة؟ عندي 23 سنة. ليه؟ اللي قدامكوا ده اتخبط في عمره أكتر من 10 خبطات، ينزل يترزع وبعدين يقول لا ربنا موجود، يبقى في أمل. طب وبعدين مفيش فايدة؟ لا مفيش حاجة اسمها مفيش فايدة، يلا نحاول تاني ويلا نحاول تالت. تستمر الحياة وربنا بيبارك وربنا موجود. القاعدة الكبيرة، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. بسمة أمل للي ما يأس أبدا، بسمة أمل لكل واحد عنده حلم يجي وراه، وربنا اللي بيحقق الأمنيات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.